تعالى شوف مع بعض ام سي كيو اهو. اول سؤال بيقول لك ذا ماركت ان ويتش، السوق اللي فيه اكواليبريم ليفل اوف اجريجيت اوتبوت اللي هو الواي از ديترمايند. الواي الاكواليبريم بتاع الواي بيتحدد فين؟ في الجودز ماركت على طول. يبقى دور على الجودز ماركت اهو، هنختار الاختيار دي، يبقى ويتش وان از رايت انسر، هتختار دي. تمام. طب اتنين، الماركت ان ويتش اكواليبريم ليفل اوف انترست ريت از ديترمايند، الانترست ريت بيتحدد فين؟ ماني سبلاي ايكوال ماني ديماند، ده بيتساوي فين يا جماعه؟ في الماني ماركت. يبقى الماركت اسمه ماني ماركت، يبقى نختار ايه؟ يبقى ويل تشوز ويتش وان از رايت انسر، ويل تشوز ايه؟ ايه از رايت انسر. تعالى شوف الاختيارات الثلاثه اللي بعد كده اهو، رقم ثلاثه ذا تو لينكس، الرابطتين اللي بتربط ما بين بتوين جودز ماركت والماني ماركت. بص يا جماعه، الجودز ماركت بيتحدد في مين؟ بيتحدد في الواي اللي هو الاكواليبريم ليفل اوف انكم اور اوتبوت، والماني ماركت بيتحدد في مين؟ الاكواليبريم ليفل اوف انترست ريت. فانت دور على الاجابه اللي فيها واي اللي هو الانكم او اوتبوت، وار اللي هو الانترست ريت، هما دول تو لينك اهو. بيقول لك ايه؟ انكم اند انفليشن ريت، غلط. بي انترست ريت اللي هو ار، ان انمبلويمنت، اجابه الانمبلويمنت اصلا ما اتكلمناش عنها اصلا. ثلاثه انكم اند انترست ريت، ايوه هو ده. الانكم بيتحدد فين؟ في الجودز ماركت اللي هو الواي، والانترست ريت بيتحدد فين؟ في الماني ماركت اللي هو ار. يبقى رقم ثلاثه ويل تشوز سي، ويتش وان از رايت انسر؟ سي. طب رقم اربعه، رقم اربعه بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج، مين في دول؟ از ديترمايند ان ذا جود ماركت، مين في دول بيتحدد في سوق السلع؟ اللي بيتحدد في سوق السلع هو مين؟ هو الواي، هو الانكم. هو دور على الانكم على طول. ايكوليبريم انترست ريت، لا ده ما بيتحددش في الجودز، ده بيتحدد في الماني ماركت. ماني ديماند ملوش علاقه بالجودز ماركت. انكم، ايوه هو ده الواي، هو ده اللي بيتحدد في الجودز ماركت. يبقى رقم اربعه ويل تشوز سي، ويتش وان از رايت انسر؟ سي. طب رقم خمسه، خمسه بيقول لك which of the following is determined in money market، يا جماعه اللي بيتحدد في الماني ماركت مين؟ هو الانترست ريت، الايكوليبريم ليفل اوف انترست ريت ار. اهو ايه؟ ايكوليبريم انترست ريت. يبقى هنختار على طول انكم، لا الانكم ملوش علاقه بالماني ماركت. امبلويمنت ملوش علاقه بالماني ماركت. جفرمنت بادجت ملوش علاقه بالماني ماركت. ويل تشوز ايه؟ which one is the right answer؟ 5. ويل تشوز ايه؟ اهو اللي بيتحدد في الماني ماركت هو ايكوليبريم انترست ريت. طب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده، رقم 6، بيقول لك ماني ماركت، سوق النقود اند جودز ماركت وسوق السلع ار لينكد، الاثنين مرتبطين ثرو ذا امباكت اوف انترست ريت اون. هو سؤال، هو الانترست ريت اللي في الماني ماركت بيأثر على مين في الجود ماركت؟ بيأثر على الاي البلاند انفستمنت. يا جماعه قلت لك الانترست تزيد البلاند انفستمنت يقل، الانترست يقل البلاند انفستمنت يزيد، في نيجاتيف ريليشن شيب. يبقى الانترست ريت بيأثر اون اي، وطبعا يبقى حضرتك هتدور على البلاند انفستمنت اهو. يبقى نقول ثرو ذا امباكت اوف انترست ريت اون اي اهو، جفرمنت سبيندنج لا، بلاند انفستمنت ايوه هو الاختيار ده بي، يبقى نختار بي. طب السؤال اللي بعده رقم 7، رقم 7 انترست ريت از ديترمايند ان ذا، حضرتك عارف الانترست ريت بيتحدد فين؟ في الماني ماركت، في الماني ماركت. جميل. وهل ده ليه تاثير على الجودز ماركت؟ اه حضرتك الانترست ريت بتاثر على مين؟ بتاثر على الجودز ماركت، لانه بيأثر على الاي، والاي بيأثر على الاي اي، والاي اي لما بيتغير بيغير من الواي، الواي ده موجود فين؟ موجود في الجودز ماركت. يبقى الانترست ريت از ديترمايند ان ماني ماركت. اوكي بص الاختيار الاول، اند هاز نو انفلونس اون جودز ماركت، غلط. طبعا غلط، لانه ليه تاثير على الجودز ماركت. ماني ماركت ان انفلونس ذا ليفل اوف بلاند انفستمنت، فعلا بيأثر على البلاند اند ذس ذا جودز ماركت، صح. بي الاختيار بي صح، هنختار بي. طب سي، الانترست ريت از ديترمايند ان جودز ماركت، لا طبعا غلط. طب دي، جودز ماركت ديترمايند، لا طبعا الانترست ريت بيتحدد في الماني ماركت، هنختار يا جماعه الاختيار الاصح هو الاختيار بي. طب رقم 8، وين انكم انكريز، لما الانكم اللي هو الواي انكريز، جميل، ماني ديماند، يبقى الناس هيبقى معاها فلوس اكتر، يبقى الماني ديماند انكريز، والماني ديماند انكريز الفلوس اللي جبنا تزيد، يبقى الماني ديماند شيفت رايت، يتحرك ناحيه اليمين، يبقى شيفت رايت. يبقى هنا هنكتب شيفت تو ذا رايت وورد، تو ذا رايت، تو ذا رايت. طب لما تشفت ناحيه الرايت، بص يا جماعه ويتش ايه انترست ريت، يا ترى الانترست ريت انكريز ولا ديكريز؟ تعالى نشوف مع بعض. بص يا جماعه ادي الماني سبلاي،
ام اس بيكون فيرتيكال لاين، وادي الموني ديماند، ادي الموني ديماند ام دي 1. موني ديماند مع موني سبلاي يحدد لك الانترست ريت عند ار 1. طب حضرتك لما الموني ديماند شيفت رايت اهو يتحرك ناحيه اليمين، حركه ناحيه اليمين يحصل ايه؟ يقطع مع الموني سبلاي اهو. بصوا يا جماعه هيحصل ايه في الانترست ريت؟ انترست ريت ويل انكريز، انترست ريت ويل انكريز. يبقى حضرتك which increase mean the interest rate. يبقى دور في الاختيارات على كلمة right وبعديها increase. اهو right increase ده هتلاقيها فين؟ في اختيار الاول. يبقى which one is right answer في رقم 8؟ هنختار A. تمام؟ طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك physical policy، السياسة المالية affect the goods market through. احنا عارفين يعني ايه fiscal policy، يعني ايه سياسه ماليه. السياسه الماليه ليها اداتين، السياسه ماليه الدوله اللي هي عباره عن ان الحكومه تاثر في الجي اللي هو government spending، وتاثر في التي اللي هو التاكس التاكسيشن. يبقى الحكومه يا اما by imposing tax او by government spending، هما دول المقصود بكلمه fiscal policy. تمام؟ يبقى fiscal policy affect the goods market، تاثر على سوق السلع through من خلال change in money supply. change in money supply لا طبعا، change in money supply ده ليه علاقه بيه مش fiscal policy، ده monetary policy. change in taxes and money supply، taxes اه لان T ده جزء من ال fiscal policy، لكن money supply ده ليه علاقه بال monetary policy مش ال fiscal policy، يبقى بيه غلط. طيب C change in government spending and money supply، government spending ده G فعلا، لكن money supply ده ليه علاقه بال monetary policy مش ال fiscal policy، يبقى C غلط. طيب دي change in taxes ايوه and government spending، taxes اللي هي تي وال government spending اللي هي جي، ايوه هو ده الفيسيكال بوليسي. يبقى which one is the right answer؟ we will choose دي. يبقى رقم 9 هنختار الاجابه دي. تمام؟ يبقى 9 we will choose right answer is دي. طب رقم 10، الجمله رقم 10، الجمله العاشره بيقول لك physical policy السياسه الماليه affects the money market through its effect on، من خلال تاثير على. بصوا يا جماعه هو الفيسيكال بوليسي، الحكومة لما بتعمل فيسيكال بوليسي بتزود مثلا، زودت الجي مثلا، يعني لما الحكومة تزود الجي، الجي ده لما يزيد ده ممكن يأثر على الماني ماركت، على سوق النقود. ازاي؟ حضرتك لما الحكومة تزود الجي زي ما اتفقنا، الجي ده جزء من الاي اي، من البلاند اجريجيت اكسبندتشر. فالبلاند اجريجيت اكسبندتشر يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى البلاند اجريجيت اكسبندتشر يزيد. جميل؟ طيب وبعدين البلاند اجريجيت اكسبندتشر لما يزيد يحصل ايه؟ حضرتك ده الاي اي هيقطع خط 45 عند مستوى واي اعلى، يبقى الواي الايكوليبريم ليفل اوف انكم ويل انكريز، يبقى الانكم انكريز. يبقى بصوا اهو دي بدايه الحلقه اهو. بصوا يا جماعه يبقى اول حاجه ممكن الجي اللي هو الفيزيكال بوليس تاثر عليها هو الواي، الواي الواي اللي هو الانكم. طب لغايه دلوقتي، طب والماني ماركت؟ حضرتك بقى لما الواي يزيد معنى كده الماني ديماند يحصل له ايه؟ يزيد. معنى كده انه الناس معاها انكم اكتر، يبقى معاها ماني اكتر، يعني الماني ديماند يزيد. ده هو ده، هو ده الماني ماركت. يبقى خلي بالنا، يبقى الفيزيكال بوليسي لما يحصل تشينج في الجي ممكن تاثر على الماني ماركت ثرو اتس افكت على الواي وعلى الام دي، على الماني ديماند، على الاثنين دول. جميل؟ تعال ندور بقى ثرو اتس افكت income and money supply. لا income and money demand، يبقى ايه غلط؟ money supply لا، الفيسيكال بوليسي مش بتاثر في الموني سبلاي، بتاثر في الموني ديماند. income and money demand ايوه هي دي الاجابه، دي صح الاجابه، دي صح الاجابه، دي مظبوطه. يبقى خلي بالنا بي صح، بي تمام، بي مظبوطه. طب تعالى نشوف سي، money supply او money demand. يا جماعه الفيسيكال بوليسي ما بتاثرش في الموني سبلاي، اللي بيأثر في الموني سبلاي عرض النقود هو مين؟ هو المونيتري بوليسي. يبقى سي غلط. اوكي، money supply and income برضه money supply غلط، هو اللي بتاثر في الانكم اه، لكن money supply لا، اللي بيأثر في الموني سبلاي هو مين؟ مش الفيسيكال بوليسي اللي في راس السؤال، المونيتري بوليسي. يبقى دي غلط. So which one is right answer؟ we'll choose B. B هي الاجابه 10 B. طب الجمله 11، الجمله رقم 11 بيقول لك monetary policy السياسة النقدية المرة دي affects بتأثر على ال goods market، بتأثر على السوق السلع through its effect on ال monetary policy اللي هو مين؟ اللي هو money supply. يعني كلمة monetary policy اللي هو increasing or decreasing money supply، making a change in money supply.
فتخيل كده ان الحكومه البنك المركزي السنترال بانك زود الماني سبلاي. حضرتك لما الماني سبلاي يزيد يحصل ايه في الانترست ريت؟ انترست ريت ويل ديكريز. يبقى بص اول تاثير اهو على الجودز ماركت ان العرض النقدي لما يبقى كتير النقود سعرها يقل، اللي سعرها اللي هو سعر الفايده، يبقى الار ويل ديكريز. يبقى اهو يبقى الماني سبلاي اللي هو مونيتري بوليسي بتغير في الار، بتغير في الار ان هي بتعمل ايه؟ الماني سبلاي انكريز سو انترست ريت ويل ديكريز. طب وانت خدت قبل كده ان الانترست ريت بيرتبط نيجاتيفلي ويز بلاند انفستمنت، مع البلاند انفستمنت لما الار تقل يحصل ايه في البلاند انفستمنت؟ اي يزيد. بصوا ومن هنا يبقى ده التاثير على الجودز ماركت، ان الاي لما يزيد هينعكس، ده جزء من الاي يزيد، فالاي اي لما يزيد ده يزود الواي. جميل. يعني بصوا من الاخر كده الافكت بتاع المونيتري بوليسي على الجودز ماركت ثرو اتس افكت اون ماني سبلاي و الانترست ريت والبلاند انفستمنت. دور لي على حاجه فيها الثلاثه دول. بصوا انترست ريت اه موجوده انترست ريت في دول اند بلاند انفستمنت، ايه صح؟ الاختيار ايه ده؟ اختيار صحيح مليون في الميه. الاختيار ايه ده؟ اختيار صحيح مليون في الميه. دول حاجتين من الثلاثه اللي احنا كاتبينهم فوق اهو. طيب بي انترست ريت ام ماني ديماند، يا جماعه المونيتري بوليسي ما لهاش تاثير على الماني ديماند، لها تاثير على الماني سبلاي. ماني سبلاي يبقى بي غلط. سي انكم اند بلاند انفستمنت، لا هو المونيتري بوليسي بتاثر في الانترست ريت وبعدين بتاثر في الاي في البلاند انفستمنت، ما جبناش سيره الانكم خالص ده في الاخر نهائي يعني. بلاند انفستمنت اه تمام. دي انكم اند ماني ديماند، يا جماعه المونيتري بوليسي ما بتاثرش في الماني ديماند، بتاثر في الماني سبلاي. سو ويتش وان از رايت انسر؟ ويل تشوز اي. يبقى 11 الاجابه الصحيحه هي ايه؟ تعال نشوف السؤالين دول وركز فيهم جدا بقى عشان دول محتاجين تركيز مهم قوي. السؤالين دول بيقول لك which of the following، مين في دول؟ sequence يعتبر نتيجه، of events يعتبر سلسله من الاحداث، تسلسل من الاحداث كانه زي مسلسل كده حلقات منطقيه، follows بتتبع، an expansionary monetary policy اللي بتتبع تطبيق سياسه نقديه توسعيه. بص يا جماعه انت هتكتب كده، هتمسك القلم بتاعك واكتب معايا اللي بيحصل لما الحكومه تطبق expansionary monetary policy. بيحصل ايه؟ بيحصل انه expansion in monetary policy so government will increase money supply، central bank هيزود الماني سبلاي. طيب والماني سبلاي لما يزيد ده معنى كده ايه؟ معنى كده انه الفلوس تبقى كتيره معروضه كتيره، فيبتدي يحصل ايه في الانترست ريت؟ انترست ريت will decrease، انترست ريت will decrease. طب والانترست ريت لما يحصل فيه decrease حضرتك ده هينعكس على انه في علاقه نيجاتيف مع planned investment، so planned investment will increase. يبقى planned investment will increase، ده في علاقة نيجاتيف ما بين الـ I والـ R. الـ I الـ R قلت فالـ R الـ I يزيد، الـ planned investment يزيد. طيب الـ I لما يزيد حضرتك ده جزء من الـ AE، الـ aggregate planned aggregate expenditure so AE will increase. الـ E لما يحصل له فيه increase حضرتك الـ EE دوت لما يزيد ده هيترتب عليه إيه؟ هيترتب عليه إن الـ Y أهو الـ Y في الآخر هيحصل لها إيه؟ increase. ال y increase. اوكي؟ طيب تعالى بقى نشوف التسلسل ده موجود في اهم حاجه في الاختيارات. بص money supply increase، interest rate decrease، planned investment increase، aggregate expenditure increase، y اللي هو الانكم في الاخر increase. بصوا شوف اول واحد اول اختيار بيقول لك y decrease، y decrease، هل يا جماعه decrease قلت لك في الاخر increase، يبقى ايه ده؟ غلط، ما تنفعش اصلا. جميل؟ طب وبصوا اخر واحده بيقول لك واي ديكريز، هل يا جماعه واي ديكريز لما قلت لك واي انكريز التسلسل المنطقي ان واي في الاخر انكريز مش ديكريز، يبقى دي غلط. طب تمام. طب بصوا ماني سبلاي قلت لك في السيكونس التسلسل ماني سبلاي يزيد فالانترست ريت يقل. طب بصوا بقى في الاختيار بي انترست ريت ار يزيد، هل ار يزيد يا جماعه؟ لا، يبقى بي هو كمان غلط. فاضل لك مين؟ فاضل لك سي، هي من غير ما نكمل سي صح. الاختيار سي هو صح. ليه؟ بصوا interest rate decrease اهو interest rate، بصوا في التسلسل decrease، investment increase، investment قلت لك increase لان في علاقه نيجاتيف بين الار والاي، AE increase، AE increase اهو قلت لك بص السهم طالع لفوق increase، why increase، why increase، why increase. يا جماعه which one is the right answer؟ في 12 هنختار الاجابه الصح هي مين؟ C. So which one is the right answer؟ The right answer is C. طب تعالى نشوف 13، أنا عايزك تكون فاهم مش حافظ، أهم حاجة إنك تكون فاهم.
13، وانا واثق انك بتفهم زيي واحسن مني كمان والله. 13 بيقول لك which of the following sequence، مين في دول يعتبر sequence of events، يعتبر يعني تسلسل منطقي للاحداث، follows بيتبع an increase in net tax. بص يا جماعه increase in net tax دي اللي هي بنطلق عليها اللي هي زي بالظبط decrease في الجي، يعني increase في التي زي بالظبط decrease في الجي، ده يطلق عليها ايه؟ contractionary fiscal policy. بص يبقى تكتب في 13 ده ان الحكومه تعمل increase في التي هي كانها بتعمل ايه؟ بتعمل decrease في الجي، هي يعني ده يطلق عليها ايه؟ طبعا لما الحكومه تخفض الجي ده يطلق عليها contractionary fiscal policy، سياسه ماليه انكماشيه. طب تعالى نشوف تسلسل الاحداث كده بالمنطق، هو الجي لما يقل، الجي ده جزء من الاي اي، يبقى الاي اي ويل ديكريز. بصوا التسلسل، احنا هنكتب التسلسل بعدين نشوف الاختيارات اللي تتفق معاه. اي اي ديكريز، طيب والاي اي لما يحصل ديكريز حضرتك هيتخطى 45 عند مستوى واي اقل، يبقى طالما ان الاي اي قل لازم الواي يقل، والواي لما يقل الانكم لما يقل حضرتك كده معكش فلوس، يبقى كده يا فندم الفلوس اللي معاك قلت، يبقى الماني ديماند ويل ديكريز. ماني ديماند ديكريز، ماني ديماند ديكريز حضرتك خدت في الرسم لو تفتكر انه لما الماني ديماند، بص اهو لما الماني ديماند، ادي الماني سبلاي، ادي الماني سبلاي وادي الماني ديماند، اوكي بيقطعوا ادي دي 1 مثلا ماني ديماند 1، اوكي بيقطعوا بعض عند انترست ريت معينه اهو وليكن ار 1، تمام. حضرتك لما الماني ديماند يقل يعني ايه؟ يعني شيفت ليفت، هتشفته ناحيه الشمال، ايدك الشمال اللي مش بتاكل مش بتسلم مش بتكتب بيها. بص يا جماعه ماني ديماند مع سبلاي بقت نقطه الايكوليبريم هنا. بص يا شباب حصل ايه في الانترست ريت؟ انترست ريت ديكريز. يبقى حضرتك هتكمل تسلسل الاحداث السيكونس اوف ايفنتس، تكتب كده ايه؟ سو وين ماني ديماند ديكريز، باين على الرسمه ان الانترست ريت ينخفض من ار 1 لار 2، يبقى ار مالها؟ هتكتب كده ار ديكريز، والار يحصل فيها ديكريز. دور لي كده على التسلسل ده اهو، انه لما الحكومه اتعملت اتبعت سياسه ماليه انكماشيه كونتراكشنري مونيتري بوليسي، اي اي يقل. دور كده على اول حاجه، بص اول اختيار اي اي يزيد. يا جماعه انا قلت لك اي اي يزيد، انا قلت لك ايه؟ يقل ديكريز، يبقى ايه غلط؟ بص الاختيار سي، بص بيقول لك ايه؟ اي اي انكريز. لا يا فندم قلت لك الكونتراكشنري فيسيكال بوليسي اللي هو انكريز النت تاكس او ديكريز في الجي بتعمل ايه في الاي اي؟ ديكريز، يبقى سي هي كمان غلط، يبقى الاختيارين دول غلط. طب قلت لك لما الاي اي اللي يحصل ايه في الواي؟ يقل. طب بصوا في الاختيار بي قال لك واي يزيد، هل يا جماعه الواي يزيد؟ بالمنطق لما الاي اي يقل المفروض الواي يقل، يبقى ده يا جماعه غلط، دي غلط. طب بص الاختيار دي ما فضلناش دي، لازم نختار دي، يبقى الاختيار الاجابه بتاعتك هي دي. وتعالى نشوف كده التسلسل، هتكتشف ان هو نفس التسلسل بالظبط. بصوا بيقول لك ايه؟ اي اي ديكريز، ايوه اي اي ديكريز. هنا بيقول لك واي ديكريز، هنا واي ديكريز، هنا ماني ديماند ديكريز، هنا ماني ديماند ديكريز، هنا ار ديكريز، هنا ار ديكريز. طبعا الار لما يحصل فيها ديكريز بتتناسب ايه نيجاتيفلي مع الاي، الاي انكريز، والاي لما يحصل فيه انكريز ده يعمل ايه في الاي اي؟ يزوده لانه جزء بارت اوف اي اي از بلاند انفستمنت. الاختيار دي هو الاختيار الصح، يبقى 13 which one is the right answer will you choose دي، هنختار الاجابه دي